بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا حلقة جديدة هنتكلم فيها على الديفلوبمنت بتاعت الجنتال سيستم، الميل والفيميل جنتال سيستم. في الحقيقة ان الديفلوبمنت بتاع الميل والفيميل جنتال سيستم بيتكون من 3 أجزاء: جونادز يعني تستس وأوفري، داكت سيستم يعني فالوبيان تيوب ويوترس وفاجينا في الفيميل، ابيديدمس وفازديفرانس وسيمينال فيزيكال وايجاكيلاتوري داكت في الميل. اكسترنال جينتاليا بتاعت الميل يبقى بينس، وبتاعت الفيميل يبقى لبيا فالفا. يعني في الحقيقة ان الديفلوبمنت بتاعت الجينتال سيستم كبير، فاحنا هنحاول نبقى مركزين بعد ما نتكلم على المرحلة الأولانية الindifferent stage. هنركز على development بتاع الجونادز يعني testis والأوفر. يبقى الحالة الأولانية هتبقى mainly مركزة على development بتاع الجونادز. الحقيقة لو احنا كنا جايين نبص على الصورة دي، فدي صورة للجونادز. الجونادز ديفلوبت في الفترة الأولانية، يعني من أول فترة الوضوء، إن السكس بتاعت الإمبريو ديتيرمن من التايم أوف فيرتلايزيشن. This is impossible إن إحنا to tell sex until 7th week، يعني أول لحظة الفيرتلايزيشن XX يبقى فيميل، XY يبقى ميل. لكن ومع هذا إحنا ما نقدرش نعرف السكس بتاعت الجنين لغاية الأسبوع السابع. في هذا في حديث معجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودرواه الإمام مسلم، بيقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها وعظمها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ وهنقف لغاية هنا مش هنكمل بيت الحديث، لكن احنا متخيلين الحديث بيقول اذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني بعلم الامبريولوجي يبقى دخلنا في الاسبوع السابع، وربنا بيبعث ملك في 42 يقول اي رب اذكر الموث. ماشي معلاج، احنا نقول احنا في العلم احنا نعرف XX يبقى في ميل، XY ميل من لحظة الفيرتلايزيشن، لكن في الحقيقة احنا بنمر بمرحلة indifferent stage وبنعرفش الجنين هو ذكر ولا انثى الا في الاسبوع السابع. ويحضرني في هذا كان واحد من الاحاديث المعجزة في الاعجاز العلمي يعني في القرآن والسنة، ان في عالم اجنبي لما سمع هذا الحديث قال الحديث غلط، وراح جايب قال لك انا هاخد كوريونيك فيلا سامبلينج، فاخد سامبل بعد مرور اسبوع من الحمل عشان يحللها، ويقول اجيني لو طلعت XX يبقى خلاص يبقى ده في ميل، XY يبقى ميل. الغريبة ان هو شاف 44 كروموزوم وما شافش الاكس كروموزوم. ابتدى عيد التجربة بعد اسبوعين وثلاثة واربعة وخمسة، وكل مرة كان بيعيدها بياخد السامبلينج وبيشوف على تكبيرات كبيرة جدا بالأيام، لغاية ما وصل اليوم 41 وساعة واثنين وثلاثة واربعة، لغاية ما وصل ل 42 ليلة، يعني كويس بالظبط ابتدى يظهر ال XX أو ال XY كروموسوم. دي صورة للجنين in short، وده حتة الامبريكال كورد بتاع الجنين. والصورة دي احنا بنحاول نركز فيها علشان نستحضر بقى ايه اللي هيحصل. الجزء ده الجزء بتاع الجت، وعلى جانبي الجزء ده جزء من الميزودير اسمه انترميديات ميزودير. اسمه ايه؟ انترميديات ميزودير. والانترميديات ميزودير ده هتلاقي developed في داكت اسمها ميزو نفرك داكت،
وجنبيها داكت تانية اسمها بارا ميزونيفريك داكت. يبقى أنا عندي انترميديت ميزوديرم، والانترميديت ميزوديرم اللي هو باللون الأزرق دي فيها داكت اسمها ميزونيفريك داكت، وجنب الميزونيفريك داكت كويس في بارا ميزونيفريك داكت. بيبتدي الجنتال سيستم في المرحلة الأولانية، مرحلة أول 7 أسابيع، أول 6 أسابيع، في الأسبوع 7 هيحصل differentiation، مرحلة ال indifferent stage. عندي primitive gonad، يعني الجونات موجودة في الميل والفيميل زي بعضيهم، وعندي داكت اسمها ميزونيفريك داكت، وعندنا داكت اسمها paramesonephric داكت. المرحلة دي مرحلة ال indifferent stage. أنفي سيكشوالتي باي بوتنشوال فيز، يعني أنا ما أقدرش I can't tell ورايح ناحية ميل ولا فيميل. دي مرحلة اسمها مرحلة ال indifferent stage. الباي بوتنشياليتي دي بعد كده نتيجة هرمونال تشينجز، ودي هنشرحها إن شاء الله بقى بالتفصيل قوي في الحلقة التانية. نتيجة هرمونال تشينجز وجيناتيك كويس under influence of genetic factors، يا إما differentiate into male أو differentiate into female. يبقى احنا بنمر بمرحلتين، مرحلة ال indifferent في كل حاجة في الجونادز والداكت والاكسنجيتال، والمرحلة التانية مرحلة ال differentiation بتاعت الجونادز والداكت والاكسنجيتال بتاع الميل والفيميل. طيب بعد المقدمة دي بقى نبتدي ناخد أول حاجة development بتاع الجونادز. حلقة النهاردة الجونادز، وهنتكلم على ال indifferent gonads. أول مرحلة مرحلة ال indifferent gonads. ايه مرحلة ال indifferent gonads؟ باختصار الجونات الأورجن بتاعها من 3 حاجات: 1 جينيتال ريج، 2 سيلوميك ابيثيليوم، 3 بريمورديال جيرم سيل. ايه الكلام ده؟ واحدة واحدة. ده الجنين زي ما اتفقنا، ادي الجت، واللون الأزرق دي الانترميديت ميزودير. الحتة اللي هي بتاعت الانترميديت ميزودير دي طلع منها الميزونيفرس، مش مهم دلوقتي، وطلع منها من الانترميديت ميزوديرم حاجة اسمها جينيتال ريج، جونادال ريج، موجودة ميديا للميزونيفرس، ميزونيفرس اللي هتطلع للكيدني سيستم يعني. يبقى باختصار يبقى عندي هنا جينيتال ريج. الجينيتال ريج ده ديفلوب منين؟ من الانترميديت ميزوديرم. ايه الجين تراجي ده اللي ديفلوبد من الانترميديت ميزوديرم ده؟ هيطلع لي الاستروما بتاعت الجلان، الهيكل بتاع الجلان. يبقى اول حاجه في السورسز بتاعت الجونات الجين تراجي ديفلوبد من الانترميديت ميزوديرم ده، يطلع لي الهيكل الاستروما بتاعت الجلان ده. 1. 2، عندي خلايا اسمها بريمورديال جيرم سيل. يبقى عندي جينيتال ريج، عرفنا طلع من الانترميديت ميزوديرم. ايه بريمورديال جيرم سيل؟ بريمورديال جيرم سيل ديفلوبد من الوول بتاع اليوك ساك، وبعدين بتبتدي تهاجر لغايه ما توصل للجينيتال ريج، ودي ليها سترونج انفلونس للديفلوبمنت بتاع الجونات. يعني لو الخلايا دي ما وصلتش، الجونات is not going to differentiate into ovary ولا testis. ليها induction influence. يبقى تاني source من sources بتاعت الجونات البريمورديال جيرم سيل. الأولانية كان جينيتال ريج من الانترميديت ميزوديرم. التانية من الوول اوف يك ساك، خلايا هاجرت وصلت لغاية الجونات عشان تحفز الجونات to develop into testis أو ovary. السورس الثالث والاخير بطلق عليه كلمه سيلوميك ابيثيليوم. اسمه ايه؟ سيلوميك ابيثيليوم. ايه السيلوميك ابيثيليوم؟ اللي هو الابيثيليوم اللي بيعمل كفرنج للجينيتال ريج. السيلوميك ابيثيليوم بيبتدي بيعمل بروليفريشن وبنتريشن ديب جوه الجينيتال ريج، وتحت تأثير الخلايا اللي أنا لسه قايل عليها اسمها بريمورديال جيرم سيل، started to form حاجة اسمها primitive 6
كوردز، primitive 6 كوردز. يبقى مرة تانية، يبقى احنا عندنا تلات حاجات بتعمل الكومبوننت بتاعتي. الحاجة الأولانية الجينيتاريج، ده جاي منين يا ولاد؟ من الانترميديات ميزودار. اتنين، تاني كومبوننت الخلايا اللي هاجرت اسمها بريمورديال جيرم سيلز. البريمورديال جيرم سيلز دي رايحة كويس بتوصل لغاية اللي هو الجينيتاريج، وبتحفز اللي هو السيلوميك ابيثيليوم الكفرنج الخارجي علشان يعمل حاجه اسمها بريمتيف 6 كورد. يبقى انا عندي جينتريتش جاي من الانترميديت ميزودير، وعندي بريمورديال جيرم سيلز دي كانت جايه من اليوكساك، وعندي السيلوميك ابيثيليوم ده طالع من الكفرنج بتاع الجينتريتش من الميزوثيليال كفرنج وبيعمل بريمتيف 6 كورد. معلش هرجع للحتة دي لأن دي نقطة مهمة جدا. البريمورديال جيرم سيل دي مهمة جدا علشان هي اللي هتعمل الاندكشن اوف جوناس، يعني هتخلي الجوناس ديفلوبد انت تستس. البريمورديال جيرم سيل دي اللي هي بعد كده هيبقى في الميل اسمها سبرماتوجونيا وفي الفيميل اسمها الاوغوغونيا. بس البريمورديال جيرم سيل دي محتاجة الخلايا تانية. الخلايا التانية اسمها Somatic Supporting Cells، دي جاية من السيلوميك ابيثيليوم، بتبقى موجودة في 6 ويك. مهمة جدا Somatic Supporting Cells انها تعمل سبورت للبريمورديال جيرم سيل. لو Somatic Supporting Cells ما ظهرتش البريمورديال جيرم سيلز is going to degenerate. يبقى باختصار، اختصار هذه الفقرة ان الجونات developed من 3 sources. السورس الاولاني جينتريج، الجينتريج ده developed من الانترميديات ميزودير. اتنين بريمورديال جيرم سيلز دي developed من اليوكساك وبتهاجر وهتعملي السبرماتوجونيا او اوغوني. سيلوميك ابيثيليوم هتعملي بريمتيف 6 كوارتز، مع ملاحظة ان في خلايا بتطلع منها مهمة اسمها Somatic Supporting Cells، مهمة جدا الخلايا دي. ده الـ Indifferent Stage لغاية الأسبوع السادس. من الأسبوع السابع بقى ببتدي أتجه يا إما Testis يا إما Ovary. موضوع طويل طبعا، لكن اختصار الكلام اللي فيه دلوقتي علشان ما نتوهش في الجيناتكس وفي الهرمونز، إن في عندي حاجة اسمها Y كروموزوم، والواي كروموزوم، كروموزوم ده في الشورت ارم بتاعه في ريجون اسمه 6 ديتيرمينج ريجون اوف واي كروموزوم، بناخد الاس ار واي 6 ديتيرمينج ريجون اوف واي كروموزوم. في 6 ديتيرمينج ريجون اوف واي كروموزوم بيطلع بيبقى في جين، والجين ده بقى هو اللي يجي يقول لي انت متجه ناحيه الميل، يبقى الجونات دي اللي كان indifferent بقت testis. في الابسنس of this factor الاقي الجونات going to ovary، يبقى اللي هيخلي لي indifferent جونات developed into male or female هو 6 determined region of Y chromosome اللي في جين. 6 determined region of Y chromosome في الجين، الجين اللي موجود فيه ده يقول لي انت ناحية testis، او لو مش موجود يبقى انت developed ovary. ليها تفاصيل هرمونز هتكلم in short عنها في المحاضرة القادمة ان شاء الله. يبقى خلينا بقى نركز بقى في كلامنا علشان نفهم الامبريولوجي نفسه. يبقى احنا كان عندنا دلوقتي primitive 6 cord زي ما اتفقنا، دي كانت جاية منين يا ولاد؟ من السيلوميك ابيثيليوم under influence of primordial germs. البريمتيف 6 كورد بتبتدي تعمل بنتريشن ديب. ادم عمل بنتريشن ديب يبقى ده كانت ناحية المدلة، يبقى سميها ميدلري كورد. يبقى الميدلري كوردز دي هي اللي كانت البريمتيف 6 كوردز، دخلت ديب ناحية المدلة وهي في التستس. طيب ممكن اسميها ميدلري كوردز او تستس كورد. الميدلري كوردز اللي هي اتجهت ناحية المدلة بتبتدي تتفتت وتعملي تيبيولز،
فأقول عليها تبيولز اوف ريتشي تيستس. ريتشي يعني شبكة، ريتشي تيستس. دي صورة عشان نبقى متخيلين اللي هو شكل التيستس، ودي تبيول اسمها سيمي نفرس تبيول، هنعرف دلوقتي جت منين، وهتلاقي في شبكة موجودة هنا اسمها ريتشي تيستس، والريتشي تيستس دي اتاتشد ليها تو داكتيولز افرنت وافرنت داكتيول. البريمتيف سكس كورد بتعمل حاجتين هنا مش حاجة واحدة، بتعمل الافرنت داكتيول وتعمل الداكتيولز اوف ريتشي تيستس. يبقى هنا ده نمرة واحد. وبقيت التبيول، هي انا بقولت اتفتتت عند المدلة، بقيت التبيول، بقيت التبيول دي هتعمل لي السيمي نفراس تبيول او السيمي نفراس داكت. هنعرف التفاصيل بتاعتها بتاع السيمي نفراس. يعني انا عايز اقول هنا ان احنا عندنا في تيست كورتس اسمها التاني مدللي كورتس هتعمل لي تلات حاجات. هتعمل لي السيمي نفراس تبيول، لسه هتكلم بالتفاصيل بتاعها السلايد القادم، وهتعمل لي افرنت داكتيولز اوف تيستس، وهتعمل لي تيبيولز بتاع الريتشي تيستس. بعد كده الميدالا ريكورد زي ما انتم شايفين بتفقد الكونكشن بتاعها مع السيروميك ابيثيليا، وبعدين بلاقي في ابتدى كوت يعني كفر تخين لونه ابيض ديفلوبد اسمها تونيكا البيجينيا. يبقى التست كورتس بقى فقدت الاتصال بتاعها مع اللي هو السيرفس ابسيليوم، واتنين ابتدى في كوت يبقى موجود وهيفصل ده من السيلوميك ابيثيليوم الميزوثيليوم اسمها تونيكا البيجينيا. يبقى مره تانية يبقى احنا كان عندنا بريمتيف 6 كورت عملت بنتريشن ديب وعملت لي ميدالري كورتس. الميدالري كورتس دي او التست كورتس عملت لي ثلاث حاجات، هتعمل لي السيمي نفرس تبيول هنتكلم عليها السلايد الجاي، هتعمل لي الافرنت داكتيولز، وهتعمل لي التبيولز بتاعت الريتشي تيستس. بعد ما بقت عامله بنتريشن ديب فقدت الكونكشن مع اللي هو السيرفس ابيثيليوم، وكمان بقى في كوت اتكون اسمها تونيكا البيجينيا. لو احنا ابتدينا نشوف هنا بقى، انا قلت لكم عملت اللي هو التست كورتس او مدلل الكورتس عملت لي التبيول بتاع الريتي تيستس، وعملت لي الافرنت داكتيول، وعملت لي وات وي كول ذا سيمي نفرس تبيول كمان. يبقى بتعمل حاجه اسمها ايه سيمي نفرس تبيول. السيمي نفرس تبيول اللي بتتكون الاول لازم تعرف معلومه مهمه، انها بتبقى سوليد لغايه سن البيوبرتي. عند سن البيوبرتي بتكتسب اليومين، وعلشان كده العلم ده ما اسموش علم امبريولوجي، هو علم اسمه development of human body دي، لان ال development بيستمر بعد الولادة كمان. المهم يبقى عند age of puberty بعد ما كانت solid اكتسبت اليومين وبقى فيها نوعين من انواع الخلايا سارتوري سيل وسبرماتوجوني. دول جمنين السارتولي سيل اللي هو supporting stroma cells. فاكرين مش لسه كنت قايل لكم في الاول ان كان في خلايا مهمه اسمها stroma supporting cells، هي دي اللي بتعمل السارتولي سيل. طب السبرماتوجونيا جت من البريمورديال جيرم سيل. يبقى عندنا هنا السيمينيفرس تبيول بقى فيها نوعين من انواع الخلايا، السارتولي سيل دي جايه من الاسترومال supporting cells يبقى اللي كان جاي من السيلوميك ابيثيليوم، والسبرماتوجونيا دي اللي هي primordial germ cell اللي هي كانت جايه من اليوكسيك. في خلايا هتبقى جايه من الميزينكايمال اورجين، جايه بتوين السيمينيفرس تبيول. الخلايا دي اسمها interstitial cells of lytic cell، interstitial cells of lytic. يبقى باختصار الكلام بتاعي ان التست كورتس عملت لي التبيولز بتاعت الريتشي تيستس، وعملت لي الافرنت داكتيول، وعملت السيمينيفرس سيبيول. السيمينيفرس سيبيول دي كان فيها نوعين من انواع الخلايا، سارتوري سيل ودي جايه من الستروما سبورتنج سيل من السيلوميك ابيثيليوم. سبرماتوجونيا دي اصلها البريمورديال جيرم سيل اللي كان جاي من اليوكسيك. لكن في خلايا جديده موجوده ما بين الميزينكايم او ديفلوبد في الميزينكايم من الميزينكايم، دي اسمها انترستيشال سيل اوف ليتيك، دي اللي سكريتنج هرمون مهم اسمه تستوستيرون. السارتولي سيل دي
نتكلم عليها المرة الجاية، ونعرف انها السكريتشنج حاجة اسمها مولاريان انهبيتنج. بعد ما حصل الديفلوبمنت بتاعت التستس حصل ديسنت اوف ذا تستس. هنا بنرجع مرة تانية لإعجاز جديد من إعجازات القرآن. الله عز وجل يقول في سورة الطلق: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. إيه الكلام ده؟ التستس كانت عالية في الديفلوبمنت بتاعتها. التستس ديفلوبت في البوستيريور أبدومينال وول. التستس عايزة تهاجر عشان توصل لغاية الاسكروتم. ليه؟ لأن درجة الحرارة عالية جوه الباطن. ربنا يخلق لها سكروتم، والسكروتم ده درجة حرارته أقل من درجة حرارة البادي ب 2-4 ديجري سنتيجريد. يبقى التستس أصلها كان موجود في الأبدومين وهجرت وصلت لغاية بره. التستس وهي بتهاجر شدت كل الكومبوننت بتاعتها مع الارتري والفين والنيرف والليمفاتكس، وعملت حاجة اسمها سبرماتيكول. يبقى رغم ان هي كويس موجودة في الاسكروتم، الا ان كل السبلاي بتاعها arterial venous و nerve و lymphatics جاي من الأمر. يبقى في حقيقة الأمر إن السيمين والسبيرم بينتج من التست الصحيح اللي موجودة في الاسكروتم، لكن في حقيقته هو بينتج من الأبدومين، لأن الأرتري والفين والنيرف والليمفاتكس كله موجود في الأبدومين. وفي هذا يقول عز وجل: ماء دافق اللي هو السيمين يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب اللي هو vertebral column، والترائب يعني حاجات متماثلة اللي بيقولوا عليها الريبس. يبقى فعلا الماء الدافق هو بيخرج من الاسكروتم، وكل الناس عارفين من التستس اللي موجوده في الاسكروتم، لكن كل الحاجات اللي زال لغايه دلوقتي الارتري والفين والنيرف والليمفاتكس كله موجود ما بين الصلب والترائب، بين الريبس وبين الفيرتبرال كولم. اعجاز جديد من الاعجازات العلميه. يبقى التستس ديفلوبت في البوستيريور ابدومينال وول وعايزه توصل لغايه الاسكروتم. عشان توصل لغايه الاسكروتم محتاجه حاجتين. الحاجه الاولانيه ربنا اتشد ليها فايبرس تيشو، او بعض الناس يقولوا دلوقتي فايبروماسكولار تيشو. اتشد للور بول بتاعت التستس لغايه اللي هو الاكسترنال جنتاليا اللي هي الاسكروتم. يبقى اسمه جابرناكيولم. اسمه جابرناكيولم، كلمه جابرناكيولم يعني مرشد جايد. علشان التستس تنزل، وحاجة الناس تسهل نزولها، البريتونيوم بيسهل نزولها، بيبعد بروسيس اسمه بروسيسس فاجينالس. اسمه يا ولاد بروسيسس فاجينالس. يبقى في حاجتين هنا بقى في الديسند اوف ذا تست. الحاجة الأولانية الجابرناكيولم، ده فايبروماسكولار ستراكشر اتشد للتستس كويس، هيبتدي يشدها وهيساعدها في النزول evagination of peritoneum، برعم البريتونيوم اسمه processus vaginalis. وطبعا الموضوع ده تحت الانفلونس under influence of different hormones. يبقى التستس بتنزل تحت تأثير تلات حاجات مهمة: الكابرناكيولم والبروسيس فاجينالس والهرمونال كنترول. بتبتدي التستس توصل للإليك فوسة في الأسبوع التالت تقريبا، وتوصل للإنجوينال كنال في الأسبوع السابع، والسوبرفيشال إنجوينال رينج في الأسبوع الثامن، وتوصل للسكروتوم في الأسبوع التاسع. يعني معنى الكلام ده إن لو في طفل اتولد قبل الأسبوع التاسع، قبل الشهر التاسع، مش هلاقي التستس وصل لغاية السكروتوم. ما افتكرش إنها كونجنتال أنوميلي اللي إحنا هنتكلم عليها دلوقتي، لا، لازم أستنى، لأن التستس بتوصل للسكروتوم في الشهر التاسع. يبقى لو الولد ده اتولد في الشهر الخامس، يبقى يقعد 4 شهور لغاية ما نوصل للشهر التاسع، لغاية ما الاقي التستس وصلت للفاينل ديستنيشن اللي هو الاسكروتم. طب يا ترى هيحصل ايه في البروسيس فاجينالس؟ الابر بارت از جوينج تو بي فايبروز تو بيكام فايبرس تيشو، اسمه فيستيج بروسيس فاجينالس، بقايا البروسيس فاجينالس. والديستال بارت از جوينج تو سراوند التستس، فبيعمل تونيكا فاجينالس. تونيكا يعني كفر كويس، تونيكا يعني كوت، فاجينا يعني كفر كويس. يبقى كوت كفرنج اللي هو الفاجينا، كلمة فاجينا بتاعت الفيميل بتسمى كده لأنها كفرنج للبينس في السكشوال انتركورس، فكلمة فاجينا يعني كفر.
وتونيك يعني كوت. يبقى عندنا هنا البروسيس فاجيناليس هيفضل جزء الابر بارت بتاعه البروكسيمال بارت بتاعه is going to be fibrosed into vestige process vaginalis والديستال بارت بتاعه بيعمل تونيكا فاجيناليس. طيب الانوماليز بتاعت الديفلوبمنت بتاعت التستس، في انوماليز اوف فورميشن، يبقى دي اول نوع من انواع الانوماليز. هناخد منها بسرعه جونادال ديست جينيسيس. تخيلوا ان لو البريمورتال جيرم سيلز دي ما هاجرتش، ايه اللي هيحصل؟ يبقى الجوناز هتفضل في صوره فايبرس تيشو، يبقى جونادال ديست جينيسيس. بس مش اجينيسيس، اجينيسيس يعني ما تخلقش، ديست جينيسيس يعني مال ديفلوبمنت. وعلى فكرة لو الاسترومال سبورتنج سيلز ما ظهرتش في وقتها اللي هو تقريبا في اليوم 41 او 42، هي بتظهر كده لغاية اليوم 50، لو ما ظهرتش في البروبر تايم بتاعها هيحصل نفس الشيء، يبقى اسمه جونادال ديسجنسيس. في ممكن سيندرومز تحصل اسمها كلين فلتر سيندروم. كلين فلتر سيندروم ده 47 كروموزوم اكس اكس واي، 47 كروموزوم، ال 47 كروموزوم اكس اكس واي، على فكره عشان نبقى عارفين لو كان واي وجنبه ولو 20 اكس فهو في النهايه ميل اكس اكس واي. بلاقي ده كويس ميل وكاركترايز ان هتلاقي عنده جاينيكوماستيا، هنشوفه حالا دلوقتي، يعني البريست بتاعته لوكس لايك فيميل، جاينيكو يعني فيميل، ماستيا يعني بريست، وانفيرتايل اسمه كلينفيلتر سيندروم. في اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم، ده رغم انه نورمال 46 كروموزوم اكس واي، لكن المشكله اللي عنده اند ريسبتور ديفكت، يعني الريسبتور بتاعتي ما بتستجبش للتستوستيرون والدايهيدروتستوستيرون، هنتكلم عليه برضك بشيء من التفصيل، اسمه اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. يبقى جونادال ديسجينسيس وكلين فلتر سيندروم واندروجين انسنسيتيف سيندروم. ادي صوره للكلينفيلتر سيندروم زي ما انتم شايفين، وتلاقي عنده بريست اهو كاينيكو ماستيا، وعنده تيستس وسكروتا موبينيس، بس التيستس السايز بتاعها صغير، وتلاقي واخد الديستريبيوشن بتاعت الهير. يبقى ده كلينفيلتر سيندروم، يبقى هو عنده تيسس بس لا عنده جاينيكوماسيا وانفيرتيلتي اند سو اون، ما بيخلفش. التستيكولار فيمينايزيشن سيندروم زي ما قلت لكم هو 46 كروموزوم، هو اكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر، المشكله ان عنده انترسبتور ديفكت، فالانترسبتور ديفكت بتاعته ايه؟ الريسبتور ما بتستجيبش للتستيرون والدايهيدروتستيرون، فتلاقي التستيرون ليفل بتاعته بيبقى عاليه قوي، ف غصبا عنه بقى الاروماتيز انزيم بيحول التستوستيرون العالي لاستروجين، فبيكتسب في فيمينايزيشن شيب. فكان اسمه القديم تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم، هو اسمه اندروجين انسنسيفتي سيندروم دلوقتي. الاقي واحد التستس بتاعته نورمال كويس، بس التستس بتاعته غالبا هتبقى موجوده في الابدومين يعني مش هتنزل بقى، ونتيجة ان هو مش سكريتنج التستس نورمال، سكريتنج مولاريان انهبيتنج فاكتور، يعني باختصار يعني يبقى هيحصل ريجريشن في الفالوبيان تيوب واليوترس والابر بارت بتاع الفاجينا، هي بس الاكسترنال جينتاليا مش ديفلوبت عشان الدايهيدروتستيرون مهم للديفلوبمنت بتاع الاكسترنال جينتاليا، فهلاقي كويس عنده يعني جاست باوتش كده بره، حتة جين فاجينا، حتة فاجينا صغيرة برا، فا it looks like ان هو كويس في ميل، عشان كده بيسموه testicular feminization syndrome. يبقى بصوا كده هي في ميل، لو انتوا شفتوا على الابيرنس بتاعت البريست، الهير بتاعها، الاكسترنال جينتاليا بتاعتها كويس، it looks like في ميل، وخصوصا ان this is not descent، وما فيش فالوبيان تيوب ولا يوترس ولا ابر بارت بتاع الفاجين، عندنا الاكسترنال جينتاليا واللور بارت بتاع الفاجين بس هي اللي موجوده.
انا فاهمكم المره الجايه دي ايه فكره المولاريان انهبيتنج هرمون وبيعمل ايه وبالتفاصيل دي كلها. يبقى باختصار بيطلقوا عليها كلمه ستيكلر فيمينايزيشن سيندروم او اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم ده يبقى باختصار واحده عاديه خالص وصلت لغايه الايدج بتاع البيوبرتي بتاعها في ميل كامله كويس، انما ما ابتدتش بقى ديفلوب السكندري سيكشوال كاركتر ولا حصل لها العاده الشهريه بتاعتها اللي اسمها مينارك ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. يجوا يعملوا لها الكاريوتايبنج تلاقي اكس واي، يدخلوا جوه يلاقوا في عندي تيستس اندسندد. من الانوماليز بتاعت الفورميشن، وممكن حاسس يحط كل الكلام ده في الحته بتاعت الاكسترنال جينتاليا، وات وي كول ذا هرمافرودايت او الانترسكس. الاسم الغريب ده بيقول ان كان فيه الهين من الاله بتاع الاغريق، هيرما وفروديت، اله الحب واله الجمال، تزوجوا مع بعضهم وخلفوا طفل سموه هيرما فرودايت. هيرما فرودايت يعني اله الاخصاب، يعني اللي فيه ايه البوث جينيتاليا بتاعت الميل والفيميل. ده صورة بتاع اله الاخصاب، تلاقي في ميل هي موجودة في نفس الوقت الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الميل، فبيسموها هيرمافرودايت. هيرمافرودايت دي نوعين، ترو وسودو هيرمافرودايت. الترو هيرمافرودايت يعني عندي اوفيتس، عندي البوثيشو بتاع الاوفيريان والتسس سموه اوفيتس. الكاريوتاين بينج بتاعه اكس اكس يعني 46 اكس اكس كروموزوم. هتلاقي عنده يوترس، عنده فالوبيان تيوب، عنده فاجينا، الاكسينوجينتالي بتاعت فيميل، لكن الجونات اوفيتس اوفيريان وتستيكولار تيشو اوفيتس، وده فيري 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 رير. السودو هيرمافرودايت يعني الجونات بتاع 1 6 والاكسينوجينتالي بتاع الاذر 6. يعني لو قلت ميل سودو هيرمافرودايت، لو ادم قلت ميل يبقى بقى عنده تيسس، بس الاكسينوجينتالي بتاعت الفيميل. لو قلت فيميل سودو هيرمافرودايت، لو قلت فيميل سودو هيرمافرودايت يبقى عندها اوفري بس عندها الاكسترنال جينتاليا بتاعت الميل، اسمه سودو هيرمافرودايت. ده موضوع طويل او في الطب، موضوع الانترسكس كويس او اللي هو الهيرمافرودايت. تاني انوماليز احنا بنتكلم فيها في الديفلوبمنت بتاعتنا، الانوماليز بتاعت الدسنت، ممكن حاجتين تحصل. الحاجة الأولانية إن التستس ما تنزلش أصلا، وده بطلق على كلمة كريبتوركيزم أو كريبتوركيديزم. كريبتوركيديزم يعني بيحطوا دي وساعات ما يحطوهاش، كريبتوركيزم أو كريبتوركيديزم أندسندد تستس. التستس ما وصلتش لحتة الانجوينال كانال، نزلت فضلت في الهاير بوزيشن بتاعها أو نزلت في الأبدومين بس ما وصلش لغاية الانجوينال كانال، ودي لغايه دلوقتي نورمال يعني نورمال ديفلوبد كويس. لو انا ما لحقتش الموضوع بعد الولاده ان انا عملت عمليات كويس واديت هرمونات وحاجات من هذا القبيل، وده موضوع كبير قوي في الطب، يبقى شويه التست دي الهاير تمبريتشر هيحصل لها ديجنريشن وممكن تقلب مالجنسي. فالتريتمنت بتاعت الكريبتوركيديزم موست بروبابلي بيبقى سيرجيكال. كان كريبتو يعني هيدن، أوركايد يعني تيسس، هيدن تيسس، أندسندد تيسس. لكن في نوع تاني التيسس عادة تنزل زي ما انتوا شايفين كده بعد ما بتعدي عن طريق السوبرفيشال انجوينال رينج، تضل الطريق بتاعها بعد السوبرفيشال انجوينال رينج، تضل الطريق بتاعها. ممكن الاقيها موجودة في البرينيوم، ممكن امر موجودة في الميديال اسبكت بتاعة الثاي، ممكن موجودة عند الروت اوف ذا بينس. يبقى دي بطلق على كلمة إكتوبيك تيستس. إكتوبيك يعني البوزيشن بتاعها غلط. يبقى أنا عندي الكريبتوركيديزم الأندسندد تيستس، هي تيستس ما وصلناش لغاية حتة السوبرفيشال انجوينال رينج، حصل لها أرست في أي مكان في الديسند بتاعها. لو عدت عن طريق السوبرفيشال رينج وضلت الطريق يعني وصلت لغاية الثاي أو غاية الروت أوف ذا بينس او اللي هو كويس او البرينيوم او تفر، اسمها اكتوبيكتس، ودي التريتمنت احسن بكتير من الكريبتوركيديزم.
لان اوريدي لغايه السوبرفيشال رينج انا عندي سبرماتيك كورد كويس جدا. فدي تعتبر في الدياجنوزس احسن، وحتى دي لو متعملتلهاش عمليه مش مشكله كبيره قوي زي الاولانيه. الاولانيه هيحصلها ديجنريشن وذ تايم وذ هاير تمبريتشر، لكن دي مش كده خالص. تالت انوماليز بتتعلق في الديفلوبمنت بتاعت التستس، مشاكل تتعلق بالبروسيس فاجينالز. انا قلت البروسيس فيجينالز ده كان عباره من البريتونيوم مهم علشان الديسند بتاع التستس، وبعدين الابر بارت بتاعه بيقفل بيعمل فيستيج بروسيس فيجينالز. طب لو ما قفلش، يبقى الانتستين ممكن تعدي عن طريق البروسيس فيجينالز وتوصل لغايه السكروتوم، وساعات نطلع على كلمه كونجنتال انجوينال هيرنيا. ورغم ان انا بقول عليه كونجنتال، دي بتظهر في سن متاخر، يعني بتظهر في سن العشرينات مثلا او 15 20 سنه عند سوان. يبقى الكونجنتال انجوينال هرنيا بتحصل نتيجة البرزيسنس اوف بروسيسز فاجينالس. لكن لو البروسيس فاجينالس ما قفلش فعلا بس كان ضيق يسمح بفلويد فقط ان هو يحصل له اكيوميليشن هي، ولو حصل اكيوميليشن اوف فلويد هي اطلق عليه كلمة هايدرو سيل. هايدرو يعني مائي، سيل يعني انتفاخ سوالينج، يبقى هايدرو سيل. يبقى الحاجتين هتحصل نتيجة البرزيستنس بروسيسز فاجينال. لو البروسيسز فاجينال كبير يسمح بنزول الانتستين، يبقى اسمها كونجنتال انجوينال هيرنيا. لو البروسيسز فاجينال ضيق يبقى فلويد هو اللي بيتكون هنا، اطلق عليها هيدروسيت، كونجنتال هيدروسيت. واحنا بنكمل المنظومة بنشوف الديفلوبمنت بتاع الاوفري. الديفلوبمنت بتاعت الاوفري يعني صراحة اسهل بكتير من الديفلوبمنت بتاعت التستس. فاكرين احنا كنا بنقول ان احنا في عندنا indifferent stage. ال indifferent stage ده قلت لكم ان في حاجة كان اسمها primitive sex cord. ال primitive sex cord بتعمل penetration deep وتوصل لغاية المطلع عادي، لكن هنا بقى في الفيميل يحصل لهم degeneration. يبقى المدلل ريكورد بيحصل لهم ايه يا ولاد؟ degeneration. في الميل عملت لي تلات حاجات، التبيولز بتاعت الريتي تيستس والافرنت دكتيول عملت لي سيمينيفرس تبيول، لكن في الفيميل الميدالري كورد دي ديجنريت. وبعدين لما حصل لها ديجنريشن كويس الدنيا بقت فاسكولار، فالمدلة بتاعت الفيميل الاوفري بتبقى فاسكولار. يبقى المرحلة الاولانية بيحصل ديجنريشن كويس للميدالري كورد. هل الموضوع بيستمر على كده بعد ما حصل ديجنريشن؟ لا، السيلوميك ابسيليم مرة تانية او سيرفيس ابسيليم بيبتدي ينتج كورتس جديدة، اطلق عليه كلمة كورتيكال كورتس. يبقى انا عندي هنا ميدالري كورتس حصلها ديجنريشن، والكورتس الجديدة اطلقت عليه كلمة كورتكس كورتيكال كورت. يبقى في الميل كان عندي ميدالري كورت، في الفيميل عندي كورتيكال كورتس، والكورتيكال كورتس دي كان فيها خلايا اسمها بريمورديال جيرمز. ال بريميتيف بقى الكورتس دي اللي اسمها كورتيكال كورد دي بقى بتبتدي تعمل حاجه اسمها بريمورديال فولكلز. البريمورديال فولكل دي مكونه من ايه؟ اوغونيا اللي هي تتحول لحاجه اسمها برايمري اووسايت، وخلايا حوالين الاوغونيا اسمها فوليكولار سيل. طب دي جت منين؟ جت من الاستروما سبورتنج سيلز. فاكرين الاستروما سبورتنج سيلز دي اللي هي عملت لي في الميل يا ولاد السارتوري سيلز؟ هنا في الفيميل بتعمل لي فوليكولار سيل. يبقى انا كنت اقول لكم في الميل كان عندي بريمورديال جيرم سيل عملت لي سبرماتوجونيا كويس، اما في الفيميل البريمورديال جيرم سيل عملت لي الاوغونيا. في الميل الاستروما سبورتنج سيلز عملت لي سارتوري سيل، ان فيميل عملت لي الفوليكولار سيلز. يبقى الاختصار بتاع الديفلوبمنت بتاعي تلات كلمات احفظها: degeneration of medullary cord ادي واحد، formation of cortical cords نمرة اتنين، formation of primordial follicle رقم تلاتة. primordial follicle دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوغونيا، بعد كده يبقى اسمها primary oocyte surrounded by follicular cells. الاوغونيا دي جاية منين؟ من primordial germ cells. طب والfollicular cells دي جاية منين؟ جاية من الاسترومال supporting cells. بعد كده الاوفري بارتك بينزل زيه زي التستس بالظبط،
بيبقى في جابرناكلم ماسك في الأوفري، الجابرناكلم ده بيشد الأوفري لتحت، بس بيشد لغاية البلفس. اليوترس يطلع في الصورة، يقسم لي الجابرناكلم into two part، بارت موجود من ورا اسمه ligament of ovary، وبارت موجود من قدام اسمه round ligament of uterus. يبقى الجابرناكلم في الميل بعد ما شد التستس حصل له disappearance، لكن في الفيميل عمل لي structures، عمل لي ligament of ovary round ligament of uterus. طب هل في الفيميل يا ترى في processes vaginalis؟ اسمها canal of nuke. البروسيس فيجينالس اسمها ايه في الميل؟ في الفيميل كانال اوف نوك. الكانال اوف نوك دي المفروض ان بيحصل لها اوبليتريشن. لو فضلت كانال اوف نوك دي تبقى ابنورماليتيز، وممكن تحفز حدوث الهرنيا او كونفورميشن اوف سيست ان فيميل. يبقى الكانال اوف نوك دي المفروض يحصل لها اوبليتريشن. ايه الكانال اوف نوك؟ اللي هي زي البروسيسز فيجينالس. لو حصل لها بيرزيستنس يبقى كويس، abnormality كويس، يبقى هي analogs to processes vaginalis. الانوماليز بردك نفس الشيء، gonadal dysgenesis. gonadal dysgenesis في الفيميل XY، فيميل gonadal dysgenesis بسموها swire syndrome، عشان حصل mutation لل 6th terminal region of Y chromosome. يبقى هي صحيح اكس واي، واحد يقول لي طب ما اكس واي بيبقى خلاص بقى، يبقى ده المفروض ان احنا نسميه ميل زي ما اتفقنا ان وجود الواي لازم نسميه ميل، بس هنا في ميوتيشن في الجين، فهتلاقي الجونادل هيبقى فيها ديسشارج. ترنر سيندروم 45 كروموزوم اكس او كروموزوم، دي صوره للترنر سيندروم، وهتدرسوها ان شاء الله بالتفاصيل بتاعتها. ايه السودو هيرمافرودايت؟ هنا المشهور الفيميل سودو هيرمافرودايت، يعني ايه كلمة فيميل سودو هيرمافرودايت؟ فيميل يبقى اوفري، سودو يبقى الاكسترنال جينيتاليا بتاعت ميل. هو في الحقيقة هي مش صورة فجأة قوي، هو ده الادروجينتال سيندروم. ادروجينتال سيندروم اكسس ادرينال سيكريشن، فالاكسس ادرينال سيكريشن بتخلي حتة الكليتوريس بتاعت الفيميل يبقى well developed، فواحد يفتكر ان هو بينس، ويخلي لي التوليب يا ماجورا يقربوا من بعضيهم، فواحد يفتكر ان هو بيفت سكروت، فهو يفتكر ان هو ميل بس في انوماليز، لان هو ده دي بينس اهو والسكروتم بيفت مشقوق شويه، لكن هي صراحه هي مش كده خالص. الفيميل سودو هيرمافرودايت ده ادروجينتال سيندروم اكسس ادرينال سيكريشن كويس كده. يبقى انتهينا وجزاكم الله خيرا، نتقابل في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.